السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبطال وبطلات مادة الحاسب الآلي CS001. اليوم راح أشرح لكم بناء على طلبكم كيف نحل البروجكت تبع الباوربوينت. تابعوني. بسم الله، في عندك 4 خطوات عشان تحل هذا البروجكت حق الباوربوينت. أول شيء يقول لك download starting materials، معطيك material، معطيك شغلات، مواد. هذه الشغلات انت راح تشتغل عليها، يعني انت ما راح تروح تفتح باوربوينت جديد وتبدأ تسوي الطلبات اللي هو يطلبها منك، لا، هو already معطيك material. هذا الماتيريال you must download the starting files available below. انت لازم تحمل الملفات اللي نحن معطينك اياها تحت. The file for this assignment اللي هو الملف لهذا الواجب will be unique to you. كيف يعني unique to you؟ يعني متميز لك أنت، يعني كل طالب من الطلاب عنده ملف خاص به، علشان كذا ما ينفع أنت تخلي أي أحد ثاني يحل لك البروجكت. أوكي؟ لازم نتفق على هذا الشيء، البروجكت لازم أنت بنفسك تحله، لأنه كل طالب له unique file، ملف مميز باسمه وبياناته. So make sure to save it. لذلك تأكد أنك تحفظه where you know you can retrieve it easily. إنه تستطيع أنك تستعيده بسهولة. يعني خليك متذكر بالضبط أنت وين تحفظه علشان تقدر أنك تستعيده بسهولة. الخطوة الثانية اللي هو work assignment on your computer. أنك أنت تشتغل هذا البروجكت على كمبيوترك. ونعيد نقطة، ما ينفع أي أحد يحلل لك هذا الكلام، لأنه راح يكتشفون أنه هذا الكمبيوتر اللي اشتغل هذا الشغل مو الكمبيوتر حقك. على عكس من التدريبات، التدريبات ممكن أنه أي أحد يساعدك فيها، لكن البروجكت you have to solve it، لازم أنت اللي تحله. يقول لك هنا أنه follow the instructions steps، معطيك خطوات على شكل steps، okay to finish the project، عشان تخلص the project. Point values can also be seen using the link below، رح نشرح هذا الكلام بالتفصيل بإذن الله. Upload completed assignment، خلاص انت هنا حملت الماتيريال، في الخطوة الثانية بدأت تشتغل على الماتيريال اللي اعطوك اياها. الخطوة الثالثة انك تعمل upload، انك ترفع الشغل هذا. ركزوا معي، upload يعني انك ترفع الشغل. All done، كل شيء جاهز. Now select your project file، الآن حدد اللي هو ملفك حق المشروع هذا. In preparation for our automatic grading and reporting process، العملية automatic grading يعني بمجرد أنك راح تسلم راح تشوف درجتك. حلوين؟ إذن السيستم عندهم إيش؟ هو automatic grading and reporting process. After you have chosen your file، click upload. بعد ما أنت تختار ملفك، وهذا الكلام كله راح نشوفه قدامنا، بعد ما أختار الملف أختار له upload، your file will not be graded until you select submit for grading. لازم آخر شيء تضغط submit. يعني معليش ما تسوي 1 و2 و3 وتنسى لي أهم فقرة اللي هي أنك تسلم شغلك، تسلم شغلك for grading عشان يتم تصحيحه. اوكي، طبعا هنا يقول لك انه detailed feedback and grades on the submitted اللي هو project are added to your submission and will be made available via اللي هو my IT lab gradebook. يعني اللي يسأل انا سلمت مشروعي فين الاقي الدرجة، راح تروح على my IT lab تلاقيها، وليس في البلاك بورد. اوكي، طيب المهم بعدين راح يقول لك انه ايضا في عندك submission report screen، يعني تقرير في التسليم، كم أخذ منك وقت، كم هي درجتك. أوكي، هذا معناته تقرير التسليم. وحتى أيضا كذلك إيش هي أخطائك، راح نشوف هذه التفاصيل كلها سوا. خلاص كذا خلصنا أول 5 دقائق في هذا الفيديو، نتكلم بشكل عام عن البروجكت وإيش هي خطواته. ركزوا معي عشان أبغاكم كلكم تتبعون نفس اللي هو الخطوات اللي أنا أسويها، لأنه هي أسرع خطوات. أوكي، ندخل في أول خطوة، إني أنا أروح على download materials، أحمل الملفات اللي معطيني إياها. في ناس تحب تحملها وحدة وحدة، it's okay، بس لو أنت حملتها وحدة وحدة لازم تعرف وين راحت هذه الملفات، ولازم في الأخير تجمعهم بفولدر واحد.
فالأسرع لك أنك تتبع نفس طريقتي، أنك تروح تسوي له download all files، حمل لي كل الملفات. لاحظ معي دائما نسأل سؤال في البروجكت، أنا حملت الملفات فين ألاقيهم؟ أنت شوف جهازك لما يحمل الملفات وين يحط الملفات؟ وين يحط الفولدرات؟ أي شيء يتحمل. أنا عندي مثلا ينحط في الداونلود، في فولدر اسمه داونلود، وأغلب أجهزتنا تتبع هذا السيستم إنه أي شيء يتحمله من الإنترنت لازم ينحط فيه اللي هو الداونلود. فعلشان تروح تشوف اللي هو اللي أنت حملته، فراح نروح على اللي هو الداونلود، أو ما إله داعي تروح الداونلود، ممكن تشوفه من هنا، تضغط على يمين تقوله show in folder، يعني وريني في الفولدر إنه هذا ملف مضغوط. إيش معنى ملف مضغوط؟ لازم يكون عندك برنامج يفك الضغط حقه، يعني يسوي له فك للضغط. أوكي طيب، كيف أفك الضغط؟ كيف أفك الضغط؟ رح أعمل كليك يمين، ركزوا معي. هذه الأشياء طبعا الجامعة أكيد ما علمتكم إياها، بس هذه مهارات تقنية لازم تكون عندكم. تضغط يمين تروح على شيء اسمه extract، ما نضغط extract here ولا extract files، كل واحدة إلها function معينة، كل واحدة إلها وظيفة معينة. علشان كذا سوي بالضبط الخطوات اللي أنا أعطيك إياها. في extract to وبيعطيك الاسم كامل، خلاص إيش وظيفته؟ وظيفته إنه يسوي لك إياهم كلهم جوا فولدر، ما يبعثرهم في أماكن في الفولدر حق الداونلودز. أوكي فهو لاحظ معي سوالك إياهم كلهم في فولدر واحد. وأعيد وأزيد إنه لكل طالب ملف خاص به. لاحظ معي الفاميلي نيم حقتك، لاحظ معي عندك كود حقك، تمام؟ هذه الأشياء ما في طالب ثاني عنده نفس الأرقام هذه أو عنده نفس البيانات هذه. أعطيني هنا الماتيريالز. الآن أرجع على شغلي، خلاص خلصنا الخطوة الأولى. معطيني الآن اللي هو بريفيو ستيبس، إنك تشوف الستيبس، الخطوات اللي أنت تبدأ تشتغل عليها. ممكن تشوف الخطوات من هنا، وممكن لو أنت حابب بالملف اللي أنت حملته راح تلاقي هنا الخطوات في ملف الوورد. فشوف أنت إيش الأريح لك، إيش الأنسب لك. أنا أفضل إنه أشوف الخطوات من اللي هو بريفيو ستيبس، أوكي، وأبدأ إني أطبقها. لاحظ معي عندك 15 خطوة، كل خطوة في إلها point value. point value يعني درجة معينة. أوكي خلينا نبدأ. أول شيء يطلب منك start powerpoint، ابدأ افتح الpowerpoint. ما تروح على جهازك والله وتفتح لي powerpoint جديد، لا، راح تروح على الpowerpoint اللي هو أصلا معطيك إياه، اللي هو هذا، ندوس عليه عشان نبدأ نطبق اللي هو الأشياء اللي طلبها منا. أول شيء يواجهك، أوكي طبعا كبر البرزنتيشن، حط له enable editing، إني أمكن التعديل عشان تبدأ تقدر تشتغل في الباوربوينت حقك. طيب نرجع للإنترنت، هنا يقول لك download and open the file named اللي هو هذا. نعم نحن سوينا له download وفتحنا، أوكي حلو. أول خطوة من خطوات الشغل apply the integral theme to the presentation، يبغاك تطبق ثيم اسمه integral على البرزنتيشن. أول شيء خلينا نتذكر سوا من وين اللي هو أطبق ثيم، أروح على وين؟ ها أروح على ديزاين، أحسنت، يلا يا ديزاين. من وين integral؟ الناس اللي طبعا مي عارفة راح تروح تدور كذا كذا تدور، والناس العارفة راح تروح مباشرة على integral اللي هو هذا. لو قربت منه الماوس راح تشوف اسمه، تمام شايفين طلع اسمه، فنضغط عليه. الخطوة اللي بعدها type، اكتب هذا الكلام as the title. ركز معي، ما أبغاك تنسخ أي شيء. قال لك type، أقول له من عيوني أسوي لك type. يلا نبدأ. بس أنا وش راح أسوي؟ ركزوا معي يا جماعة، راح أودي شاشتي هذه مين، أوكي، وشاشة اللي هو اليسار، أوكي شاشة الشغل يسار، فبحيث إني أشوف الشاشتين سوا، شاشة الستيبس أو الانستراكشنز التعليمات وشاشة شغلي. طيب أنت تبغاني أكتب لك هذا الكلام في التايتل، أضغط على التايتل وأبدأ أكتب له، أتأكد إنه كيبوردي إنجليش. يلا نبدأ، بسم الله، وننتبه للسبيلينج. هو ما راح يقول لك ابدا انه لو في عندك غلط بالسبيلينج الا بعد ما ايش، بعد ما تسلم. علشان كذا نحاول انه ايش، نراجع سوا.
كتبت الحين أنا العنوان، أشيل الماوس أوكي من التكست بوكس هذا، طالب منك أيضا الآن إنك تكتب له هذا as the subtitle كعنوان فرعي، يعني هنا subtitle. يلا نكتبه. أوكي خلصنا كتبناها، نشيل الماوس منها. حلوين. طيب الخطوة اللي بعدها insert a new slide، حط لي شريحة جديدة، لكن ما يبغى أي شريحة جديدة، يبغاها تكون بـ layout معين اللي هو اسمه إيش؟ اسمه content with caption layout. يعني راح أروح على home، ركز معي عشان تدرس شريحة جديدة، تروح على home ما تدوس له على طول new slide، لا راح تروح على السهم الصغير هذا دوس عليه، قل له ترى أنا أبغى شريحة جديدة لكن تكون content and إيش؟ and إيش؟ content with إيش؟ with caption. أحسنت، content with caption layout. حلوين. بعدين يطلب منك بنفس الفقرة إنك تكتب اللي هو the view from above. أوكي in the title placeholder، وين التايتل؟ هنا صح؟ هذا مكان التايتل، اكتب له العنوان اللي هو معطيك إياه. طبعا ممكن الناس راح يسألوني طب هنا كاتبين حروف صغيرة وانت كتبتي حروف كبيرة كلها، هو نوع الخط اللي هم مسوينه يكتب كل الحروف capital letter، فيعني don't worry. خلاص اللي بعده، الخطوة اللي بعدها، خلاص شلنا الماوس، الخطوة اللي بعدها in the content placeholder، فين مكان الكونتنت؟ ها فين مكان الكونتنت؟ في عندي مكانين كونتنت، انت تبغى تحيرني؟ لا ما بحيرك، راح احدد لك فين بالضبط، on the right side of the slide، على الكونتنت اللي في اليمين. أيوة اللي في وين؟ اللي في اليمين. طيب إيش المطلوب مني؟ from your download grader files، من الملفات اللي أنت حملتها حط له picture، insert the picture، لكن مو أي picture، هو سمالك البيكتشر اللي هو يبغاها اللي هو aerial صح؟ view. نعم فأنا أبغى أدرج صورة أوكي، فأنا إيش أروح أعمل؟ أضغط هنا على إدراج الصورة، شايفينها؟ أوكي وأروح على اللي هو الداونلود، أروح على اللي هو آخر ملف اللي هو أنا حملته، وأضغط اللي هو على الصورة اللي ضمن ملفات المشروع حقي وأدوس عليها ويصير انحطت. أوكي إذن أنا حطيت له الصورة اللي هو يبغاها. يبغاك يكمل طلبه format the picture، نسق لي الصورة with the beveled matte white picture style. طيب يبغى لها style. أوكي أروح على الستايلات حقت الصورة. طيب beveled، ممكن هذا، ممكن هذا، خلينا نشوف. أيوة هذا، هذا ثاني واحد، ركز معي، beveled matte white picture style صح هذا. أوكي ندوس عليه. حلوين، لاحظ معي هذا المطلب عليه 10 درجات. خلينا نشوف المطلب رقم 6 واللي أغلبنا يخطأ فيه وأولكم أنا. أوكي اللي هو موضوع السبيلينج، هنا ما في أي اختراع بس مشكلة السبيلينج فقط. أوكي يقول لك إنه in the text placeholder اللي موجود في اللفت في جهة اليسار، اكتب لي هذا الكلام اللي موجود في اللون البلو الأزرق، فأنا أجي أضغط هنا وأبدأ أكتب له. بعدين يقول لي إنه after you type the text review it، راجعه هذا، راجعه، قال لي وتأكدي إنه ترى ما في spelling or spacing errors، ما في مشكلة في المسافات أو اللي هو ال spacing. إن شاء الله يا رب يكون ما بي spelling mistakes، ما بي أخطاء اللي هو بال spelling. خلينا نشوف اللي هو النقطة اللي بعدها insert a new slide، حط لي شريحة جديدة using the two content layout، نفس الطريقة راح تروح على اللي هو home وتضغط على اللي هو السهم الصغير هذا وتقول له أنا أبغى new slide لكن تكون layout حقها إيش؟ two content. فين two content هذه؟ أوكي الحين type، اكتب هذا اللي هو العنوان في مكان العنوان in the title placeholder اللي هو هذا اللي هنا. أوكي يلا نكتبه on. أيوة أيوة and see on land and see on land and see. الطلب اللي بعده أوكي
in the content placeholder. في الcontent placeholder. ولاحظ معي أيضا أنا هنا عندي two content placeholders. فطلب مني الآن قال لي اللي موجود في اليسار on the left اللي موجود في اليسار يبغاك تكتب the following first and second level bullets. bullets خلاص نفس اللي تعلمناها في التدريبات يبغاك تكتبها. أوكي راح أبدأ أكتب البوليتس مثل ما هو طلبها بالضبط، لكن هو يبغاك مرة إنكريز ومرة ديكريز، فأنت على أساس اللي أنت شايفه راح تشتغل. راح نكتب، خلينا نشوف. يلا أول شيء نكتب كابيتال لأنه الأول لازم تكون كابيتال بداية الجملة. on the water on the water وبعدين أنزل إنتر. لما راح أنزل إنتر لازم أحط له إيش؟ ها إنكريز. اوكي increase عشان يدخلها جوا. اوكي w h a l e watching whale watching واللي بعدها نفس الشيء. يلا king ايوه وبعدين انزل. في النزول هذا ما لازم استخدم له increase، لا لازم استخدم له ماذا؟ decrease. اوكي عشان تطلع نفس ما هو طالب بالضبط. mount. فهمتم فكرة السؤال هذا؟ يعني الخلاصة انكم تكتبونه نفس ما هو كاتبه increase و decrease. trails اوكي ما نحط نقطة ولا اي شيء. تمام خلصنا خلاص نشيل الماوس من اللي هو من الشغل حقنا. النقطة اللي بعدها طلب مني in the content placeholder اللي موجود على جهة اليمين حطي لي صورة. اوكي راح نفس الطريقة اضغط هنا مكان الصورة واحط له الصورة اللي هو يبغاها، لكن الحين هو يبغى صورة الايش؟ صورة الويل الحوت. اوكي انا ضغط اوكي صورة الويل حطيناها. اوكي ويبغاك انك تحط عليها ايش اللي هو rotated white picture style. اذا اروح على الكويك ستايل واحط له شيء اسمه ماذا اللي هو rotated اللي هو هذا. اوكي طبعا اللي مو عارف ممكن انه يقرب الماوس ما بينهم ويعرف اسماء كل واحدة، واللي يبغى يعني الاختصار هذا هو rotated white. اوكي طيب في الخطوة اللي بعدها رقم 10 insert a new slide. ايضا مطلوب منك انك تحط شريحة جديدة يكون اللي اوت حقها picture with caption. picture with caption layout. اذا اروح insert a new slide واقول له ابغى picture with ماذا؟ with caption. with ايش؟ with caption. حلوين. اللي بعده وين وصلنا؟ اوكي طلب منك انك تحط في التايتل placeholder هذا العنوان. فين التايتل؟ هنا. اذا نكتب هذا العنوان. يلا بس خلصنا. and then in the picture placeholder حط لي صورة الشلالات. طالب منك انك تحط صورة الفولز، فاروح على مكان الصور اروح ادرج صورة اللي هو صورة الفولز هذه واضغط عليها. حلوين. المطلب اللي بعده in the text placeholder. فين التكست placeholder اللي هو هذا؟ type the following sentence. اكتب الجملة التالية ولاحظ معي قال لك including متضمنا the period، يعني حط لي النقطة اللي في الأخير. أوكي لاحظ هنا أبغاك تنتبه لي على سالفة اللي هو الكابيتال والسمول. أوكي خليني بس أكبر لك شوي هذه عشان تشوفون معي. فولز تمام. اوكي كذا تمام النص اللي عندي ارجع عادي لوضعي الطبيعي اصغرها اكبرها عشان اشوف الشاشة كاملة. اوكي اللي بعده اللي بعده صغير عليكم. يلا اللي بعده يلا in the notes pan. فين النوتس بان؟ on slide 4. فين slide 4؟ هذه slide 4. فين مكان الملاحظات عندي؟ هنا دوس عليه دسنا عليه. يبغاك تكتب له الملاحظة التالية اللي هو كاتبها بالأزرق وأيضا قال لك including متضمنا البيريود اللي هو النقطة اللي في الأخير. يلا نكتبها
اوكي تمام، خلصنا خلصنا. نروح للنكست كويشن، انسرت ا هيدر اند فوتر. خليك على نفس السلايد هذه اللي انت فيها، تروح على انسرت، قال لك انسرت اذن اروح على انسرت، يبغى مني احط له هيدر وفوتر. طبعا عشان احط هيدر وفوتر، طبعا مو باين عندي الشاشة الهيدر والفوتر مرة، فانا راح اكبرها شوي. ايوه كذا تمام، كذا طلع عندي insert اللي هو الهيدر والفوتر. تروح على النوتس، اول شيء لازم نروح على النوتس اند هاند اوت، لانه هو طلبها انه تكون الهيدر اند فوتر ب ان اول، لاحظ معي ان اول نوتس اند هاند اوت، فانا اروح على النوتس اند هاو اند هاند اوت، وادوس له على الديت اند تايم، لانه يبغاك تحط له الديت والتايم اللي يكونون ابديتد اوتوماتيكلي. حلوين، لاحظ معي including the date and time updated automatically. حلو، ويبغى أيضا منك ال page number، مزبوط مظلل عليها، ويبغى منك and a footer with the text، يبغى منك أيضا الفوتر يكون في text التالي. أوكي التكست التالي اللي هو معطيك إياه، اكتب له إياه عاد. يلا J U وبعدين أدوس له ماذا؟ apply to all، apply to all. حلوين، المتطلب اللي هو التالي display the document، إنه اعرض ال document properties، خصائص هذا ال document، وروح على ال tags حقته واكتب لي في التاج اللي هو هذه الكلمة. فأنا لازم أروح هنا على فايل، خليني أتذكر من وين أطلع خصائص اللي هو إنفو. أيوة من إنفو، تمام. أروح على شيء اسمه إيش؟ تاجز، شايفينه هذا التاج، وأكتب له التاج اللي هو طلبه، تمام. وبعدين لما تكتب التاج دوس اللي هو زر تاب، تاب في الكيبورد. أوكي بس خلصنا، أوكي عشان تثبت المعلومة اللي هو أنت كتبتها. بعدين طالب منك save and close، لا تروح لي save as، لا قال لك save and close، إذن أروح على save وبعدين أروح على close. شايفين أنت سيبت شغلك واللي هو سكرت اللي هو الباوربوينت presentation حقك، قال لك الحين exit، سكر الباوربوينت، submit the file as directed، وسلم ملفك كما تم توجيهك. اذا اروح انا الحين اقفل عادي الباوربوينت، ما عندي اي مشكله، وبعدين اروح على ايش؟ على اللي هو النقطه الثالثه او الستب الثالثه، choose file، اختر ملف، ترفع له ملف الباوربوينت اللي انت عملته، open عشان يبدا يرفعه. اوكي سو نضغط ماذا؟ نضغط upload. خلصنا ورفعنا وحط لك إشارة الصح ومكتوب عندها success، إذا كل شيء تمام، بس لازم ما تحط إكس وتطلع، لازم تقول له submit، سلم عشان يتم التصحيح. submit close assignment. أوكي طيب الحمد لله رب العالمين، طبعا الدرجة طلعت 100%. طبعا في اللي هو my first اللي هو my first trial اللي هو أول محاولة إلي كانت في الباوربوينت، جبت فيها 90%. طبعا الغلط كان في بسبب غلط إملائي، أنا أبغاكم تشوفون كيف تعرفون الغلط، خليني أوريكم. الحين أضغط هذه النقاط الثلاثة، أقول له شيء اسمه view submission، يعني أبغى أشوف التسليمات، ركزوا معي، راح يطلع لي كم مرة أنت اشتغلت أو سلمت. أول مرة سلمتها جبت 90%، جلست ساعة. ثاني مرة اللي هو سويتها جلست برضو ساعة وجبت 100%. أوكي طيب فرضا أنا أبغى أشوف أنا هنا في الأبو 90 أول محاولة وين غلطت، راح أضغط هنا دوس عليها، ركز معاي، شوف راح يطلع لك أنه ترى ننزل هذه الصغيرة، السكور الصغيرة هذه، شايف يطلع لك انه انت هنا جبت 0 من 10، او انا اللي هو انا جايبة 0 من 10. ليش 0 من 10؟ لانه في عندي غلط املائي.
في عندي شيء كتب هنا غلط. لاحظ السؤال هذا ما في أي اختراع، السؤال هذا كان يقول لك إنه دخل لي هذا النص اكتب لي إياه في التكست بليس هولدر، أوكي؟ وباقي الأسئلة كان كلها كاملة، بس كان مشكلة السبيلينج. وعيد وأزيد ننتبه لسالفة السبيلينج. بكذا ولله الحمد نكون نحن إيش، نكون خلصنا. أشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة. أسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.